السلام عليكم احبتنا الكرام، مركز الخبيزي للدراجات الناريه مهرجان ابو ظبي 2019 عاملين تخفيضات واسعار خياليه. والحقيقه انه معنا واحد من زبائننا الكرام هو في دائل المركز الخبيزي، واليوم راح يعطينا رايه في الايتمز اللي بنحضرها من مركز الخبيزي. جاكيت كومبليتلي سيفتي، شو رايك يا استاذ خالد في الجاكيت؟ ما شاء الله تبارك الله، انا لفيت المعرض اتفاجأت انه عندكم ما شاء الله جاكيت بايرباك. انا اول مره اسمع انه في جاكيت ايرباك، صح؟ مع ايرباك ما شاء الله. لفيت المعرض قلت يمكن احصل هذه جاكيت اتروكس، ايه ما شاء الله تبارك الله. ايوه قلت يمكن احصل افضل، لفيت كذا مكان ما شاء الله، واخر شيء رجعت وحصلت الجاكيت. مش حتلاقي الا في الخبيز يا استاذ. شو رايك في الاسعار يا استاذ؟ ما شاء الله الاسعار عندكم ممتازه ما شاء الله، مشكل اتصال لسنوات تعامل معاكم في خاصة فرع الشارجة من عجمان، بشكل دائم اروح فرع الشارجة. فرع الشارجة، نعم، وراح تزورنا مجددا ان شاء الله باذن الله. طبعا إن شاء انا الله. زبون دائم عندكم ما شاء الله ان شاء الله. نعم، شكرا زبائننا الكرام. الله يسلمك. سلام.